معانا الدكتور حامد فارس الخبير في الشؤون العربية والدولية. أهلا بك يا دكتور حامد. أهلا بحضرتك أستاذ حسام، أهلا بك وأهلا بالسادة مشاهدينا. طبعا يعني أكيد حضرتك بتتابع معانا وبتتابع على مدار يوم الأخبار، العالم كله بيتابع الحقيقة، والعالم كله مصدوم والعالم كله زعلان، وبيزداد هذا الزعل خاصة على الشعب. يعني طبعا احنا بنأسف جدا للشعب التركي الشقيق، وكلنا في الهم سواء، وكلنا في الهم إنسان، ولكن طبعا قلوبنا بتتألم أكثر للشمال السوري، لأن هم أصلا يعني طبعا البنية التحتية مختلفة، وكمان الجنوب التركي ما هو مليان سوريين، ما هو يعني هم نزحوا فين؟ ما نزحوا إلى الشمال. فيعني قلوبنا تعتصر من أجل سوريا والسوريين. إيه شايف حضرتك إيه اللي المفروض يحصل في الفترة القادمة، وفي الساعات، مش الفترة حتى، في الدقائق القادمة؟ طبعا إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا بنعزي الشعب السوري والشعب التركي الشقيق على ضحاياهم في هذه الفاجعة الصعبة التي تعتصر قلوبنا بشكل كبير يا أستاذ حسام. كما حضرتك أشرت، هي كارثة إنسانية كبيرة تعرض لها الشعبين السوري والتركي، وده نتيجة زلزال مدمر أدى لوقوع الكثير من الضحايا والأبرياء وسقوط وتهدم الكثير من المنازل والبنى التحتية. وعلى الرغم من كون يعني الزلزال هو حالة طبيعية ليس للبشر داخل فيها، إلا أنه يرتبط بدولتين يوجد بينهم يعني وضع سياسي محتد، ومع ذلك الكوارث الآن توحد وتجمع ما فرقته السياسة، وبالتالي هناك عناصر وقواسم مشتركة كبيرة بيننا وبين الأشقاء في سوريا، وما بيننا وبين الأشقاء في تركيا، وهناك حزن كبير، ونسعى بكل قوة إلى أن يكون هناك تكاتفا عربيا ودوليا في محاولة رفع المعاناة والألم الكبير على الضحايا والأبرياء وأهاليهم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان في ظل وضع إنساني كارثي يحتاج إلى أن يكون هناك بالفعل تدخل حقيقي، مساعدات حقيقية على واقع الأرض، خاصة كما حضرتك أشرت أن الشمال السوري هو يغب بنية تحتية ضعيفة وهشة نتيجة الصراع الكبير الممتد في هذه المنطقة تحديدا، وبالتالي الوضع الإنساني يحتاج إلى أن يكون هناك تعاطي مختلف من خلال العمل على إيجاد وسيلة حقيقية لإيصال المساعدات الإنسانية ومحاولة إغاثة ما يمكن إغاثته من هم موجودين تحت الأنقاض. بالتأكيد أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس الخبير في الشؤون العربية والدولية.